أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قالت مصادر صحفية أن محافظات وسط وجنوب العراق تشهد تدفق عدد كبير من العمال الإيرانيين بعد دخولهم البلاد بذريعة السياحة الدينية. هذا وأكدت هذه المصادر ارتفاع عدد الشركات الإيرانية التي تستثمر في عدة قطاعات بحماية جهات سياسية متنفذة، مبينة أن سفارة طهران في بغداد تتخذ دور الوسيط لحجز المشاريع لصالح شركات إيرانية مختلفة بعضها يتبع لسلطات طهران. من جانب آخر، قررت محافظة أربيل تشكيل لجنة في المحافظة لتغيير نظام تشغيل السيارات من الاعتماد على البنزين إلى الغاز. هذا وقالت اللجنة أن استخدام نظام الغاز للسيارات يحمي البيئة ويؤمن السلامة وبتكاليف أقل. هذا وأضافت اللجنة أنها قررت تأسيس عدد من المحطات الخاصة بالغاز، لافتة إلى أن تلك المحطات ستمنح إجازات عمل خاصة من مديرية العمل المعنية بشؤون محطات الغاز. هذا وأعلنت السلطات الجمركية في مركز جمرك صفوان بمحافظة البصرة ضبطها لثلاث شاحنات مخالفة تحمل مادة جبن تم التلاعب بوزنها الحقيقي. وذكرت الهيئة العامة للجمارك أن وزن الشحنات في تصاريحها الجمركية لا يتوافق تماماً مع كمية البضاعة المحملة على شاحنات النقل، مؤكدة أنه تمت إحالة هذه المخالفة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. من جانب آخر، أكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن العراق يخسر 12 تريليون دينار سنوياً بسبب جولات التراخيص النفطية. وقال عضو اللجنة صادق السليطي، قال إنه تم تأشير الكثير من الملاحظات حول عقود جولات التراخيص والتي تستنزف نحو 12 تريليون دينار عراقي من البلاد. أضاف السليطي أن وزارة النفط تحمل تأخر إطلاق الخطة الاستثمارية لأنها لم تصادق عليها، مؤكدا وجود شبهات فساد كبيرة في الملف النفطي. أكدت وزارة الداخلية في العراق وجود فساد حكومي ومالي في مديرية شرطة محافظة القادسية. وقالت الوزارة أنها رصدت استلام 12 ضابطا ومنتسبا تابعين لمديرية شرطة القادسية رواتب بصورة مزدوجة من الوزارة وهيئة التقاعد في الوقت نفسه، على الرغم من استمرارهم في الخدمة، مضيفة أن مجموع المبالغ التي استلمها الضابط والمنتسبون كذلك بلغت نحو 761 مليون دينار. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.